اول حاجه لقينا بزاف الناس ولقينا هذاك لا شالوغ المغرب بحال اللي راه ما بدلا تا بلاد الصراحه. وفرحنا ملي شفنا الناس من الصراحه من الاول هما كيدعمونا وكيعاونونا نزيدوا القدام، وحنا شاكرينهم من الاول. واخا خسرنا مع الاول الماتش الاول مع المانيا، الناس بقاو مورانا والميساجات بزاف كتسوا في لي ريزو فين ما كان، كانوا كيزيدونا كيزيدوا القدام موتيفاسيون علي راسكم. والصراحه راه بالمعاونه ديالهم اللي هادشي درناه والحمد لله. شنو سر النجاح ديال سكينه والتالق مع المنتخب الوطني المغربي؟ اول حاجه بيان سور لا كونفيونس ديال المدرب، هذيك هي اول حاجه. ملي كيعطيك لا كونفيونس المدرب من بعد كطلق راسك في التيران. والحمد لله ماتش بماتش ماتش كان كيدوز كنطلق راسي وكيزيد وكنطلق راسي، والحمد لله درت اللي قدر عليا، درت المهم احسن درت احسن اللي نقدر فيه، والحمد لله فرحانه بلي ماتش ديالي. الصراحه بقينا يومين ما كنهضروا ما كنضحكوا بيان سور، ولكن بقينا في الشوك. ماشي الشوك حيتاش المانيا فرقه صغيره، حيتاش حنا عارفين المانيا توب دو في الرانكينغ ديال العالم، زعما كانت هي وحده من لي فافوريت ديال هذا الكاس العالم. ولكن هذا الشيء اللي زادنا حنا القدام، حنا عائله فرقه ما طلقناش راسنا في هذاك لو مومون، وهذاك هو لو مومون فين قلنا او خصنا نزيدو نموتيو راسنا نعليو راسنا نزيدو القدام. راه عندنا المغاربه مورانا، عندنا عائلنا، عندنا بزاف ديال الناس بغاونا نفرحوا المغرب، والحمد لله زيدنا القدام ولا سويت راه عارفينها. يعني من بعد الهزيمه الالمانيه خلاتكم تكون اقوى ضد المنتخب؟ سي سا، كنا اقوى من كنا قبل وزيدنا القدام. والماتش الثاني والثالث راه شفتوا كيفاش دات هذاك الشيء. عندي واحد السؤال انا اللي تابعته في الشاشه، انكم من ساليتوا الماتش المقابله ديال كولومبيا وبقى البال ديالكم مع الماتش ديال المانيا وكوريا، حيتاش كنا عارفين باش درتوا ديك الدائره اختي سكينه؟ كنا عارفين بلي ندوزوا للدور الثاني، ماشي حنا اللي ديسيزيون ديالنا، كان المانيا كان خصها تخسر ولا تتعادل. وصراحه مي لاربيتر صفر الاخر كنا فرحانين، ولكن حنا نقول اوه بلاتي راه باقي ماتش حدا خصنا نشوفوا شنو واقع فيه. تبغى المدربات استفقوا علينا نورا باقي ما تسالا، دونك ستريس بقينا خايفين. ولكن الحمد لله الصراحه كنعرفوا ربي كاع ما يحشمنا، كنا عارفين بلي هذا الماتش ديال كولومبيا اللي ربحناه ربي ما يحشمناش، وغادي ما المانيا تعادل ولا تخسر. وصافي تمامي قالوا لنا بلي المانيا خسرة متعادلات، صافي ما نقدرش نقول لك هذاك احساس بلي كان انكرويابل، ما عنديش الهضره باش كيفاش نكسبليكيه والله. يعني روح الوطنيه كانت حاضره، كانت ماشي غير حاضره، كانت في الوسط ديال هذاك السيركل. والانجاز ديال المنتخب الرجال بقطر حتى هو خلاكم انكم تكونوا عاوتاني ديرهم قدوه ليكم، باش انكم تحققوا واحد النتيجه اللي ترجعوا بها وانتم مرفوعين من الراس. نو ضروري هي من الاول كانوا ماشي ستريس، كان بحال صراحه ما كناش خايفين، كنا غير باغيين نديروا مزيان، حيتاش عارفين بلي المغرب ديال الولاد داروا مزيان. دونك بحال حنا كنا اوه راه خصنا حتى حنا نشرفوا بلادنا، حتى حنا خصنا نعليو الرايه المغربيه. دونك كان بحال موتيفاسيون زايده، كانت زايده لينا نقولوا اوه راه المغرب راه واصل، يكون عند الاولاد ولا يكون عند البنات، راحنا مشرفين البلاد وخصنا نزيدو نشرفوها. والحمد لله فرحنا اللي قدرنا عليه، درنا اللي قدرنا عليه. المهم وصلتوا للثمن النهائي، انا كنمشي معاك محطه خصني سكينه. شنو وصلتوا للثمن النهائي؟ كيفاش لقيتوا الدعم من الجماهير؟ مع فرنسا ولا؟ لا مين تأهلتوا مع كولومبيا؟ باقي ما وصلتش. وتأهلتوا، كيفاش حسيتوا بالدعم ديال الجماهير المغربيه لا في استراليا ولا اللي طلعت من المغرب باش تساعدكم؟ ولا في الريزو سوسيو؟ نو الدعم كان، انا قلتها في لي ريزو ديالي في انستغرام، قلت واحد الدعم اللي ما عمري ما حسيته في شي بلاصه اخرى الصراحه. وكانوا الناس في اوستراليا بعد المغاربه بزاف، حنا الحمد لله المغاربه فين ما مشينا كاينين. ودخلنا للوطيل، كان لوطيل عامر، الدقه مراكشيه، انتم راكم تعرفوا. المهم حنا كيفاش كنفرحوا، كنا فرحانين بصح، والمغاربه
نعاود المغاربه فين ما مشينا كاينه. مشينا لبيرس كانوا، مشينا اديلايد، مشانو ميلبورن، صراحه مدينه اللي مشينا كانوا. الماتش ديال كولومبيا كانوا الكولومبيات بزاف، ولكن الحمد لله. كنت كتحسي براسك انك ماشي في ماشي في استراليا؟ نو الصراحه فين ما كنا المغاربه كاينين. دونك بعدا في لوطيل ديالنا كانوا دائما كيجيو كيدعمونا، كيسيدو يلا واخا كنمشيو غير لونطرينمون بون اونطرينمون. جبتي لي الدعم للشروط ديال الجمعيه المغربيه، نهار خسرتو بزاف 0 مع المانيا، قليل اللي امن بيه. قليل، ولكن تما فين كنعرفوا الناس اللي باقي اللي ماشي اللي كيبغيونا، ولكن اللي كيفكروا موتيفاسيون، هما اللي عاونونا نزيدوا القدام. حيت كون كانوا غير كومونتير نيجاتيف الصراحه كانت حنا ما كناش نحسوا براسنا مقدين نديروا هذاك هاد الدور. والحمد لله هذه هي الكره، سي نورمال عرفتي ملي كتخسر كيكونوا لي كومونتير مزيانين وكيكونوا كومونتير خايبين، ولكن هذوك هما اللي كيزيدونا القدام. العالم تكلم على بؤاد الاطلس، قال بان خير دليل ايفيرولا، هذا التصريح ديالو تابعتيه في الندوه الصحفيه ديال المنتخب الفرنسي، قال هذا الشيء اللي وصل له الان المنتخب الوطني المغربي للسيدات ماشي بمحا الصفه. شنو هو التعليق ديالك على التصريح ديال ايفيرولا؟ واحد الدرجه عنده الحق، حتى الصراحه الكره المغربيه ولات كتزيد القدام. بيان سور نشكروا بريزيدون ديالنا القجاع ومم الملك وكل شيء، الناس اللي كاين اللي مورانا، كان ممكن عاونو كيعاونونا، هذه هي اللي امبورطون. والحمد لله احنا زايدين القدام، وكتكون كره ديال الرجال ولا تكون كره ديال البنات، راحنا كنفرحوا المغاربه. شنو هي الرساله ديالك للمغاربه اللي شجعوك واللي بقاو مساندينكم حتى الاخر رمق، حتى يعني حتى في المصفر حكم المنتخب الفرنسي، حتى حنا بقينا فخورين بكم كاول منتخب عربي توصل نهائي كاس العالم للسيدات. نون شكرهم بزاف الصراحه، نعاود كون ما كانوش هما ما كناش غادي نمشيو بعيد بحال هيدا، ولا ما كناش نتقاتلو. حيت كنتقاتلو حنا على المغاربه، كنتقاتلو على الرايه، كنتقاتلو على المغرب كامل، يكونوا مغاربه داخل المغرب ولا خارج المغرب، وبيهم هما كيزيدونا القدام. دونك نشكرهم بزاف الصراحه، بلا بيهم ما يكونش هاد كاس العالم بحال هيدا. نشكر كل شيء، بيان سور سيدنا محمد السيس والناس كاملة اللي مورانا وديما مغرب. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.